اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل تتفرجوا في شباب اين. واليوم تتابعوا معنا طاهر قطاطه اللي باش يحكينا على تظاهره قوم صور. والجروب اللي حاضر معنا اليوم هو جروب انستا باند اللي باش يحكينا على حكايه غرامه بالموسيقى، وشنو هي الموسيقى اللي يلعبها، شنو لي كومبوزيسيون اللي عملوهم، وشنو هو البروجي فيتور ان شاء الله نتاعهم. علي الصغاري حاضر عن جمعيه الشبان والعلم، أحمد الفارسي وقبيل القرمازي ممثلين عن الجمعية التونسية للطيران. وباش نبداو بيان سور مع حسام العلوي في تايم لاين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. أهلا وسهلا حسام. مرحبا سيهام. سافا، شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. إيش بيك فاشل؟ أسمعك مرحبا الطقس سيهام، تحس في الصباح شمس وفي الليل شتاء، البدن يدخل بعضه شوية. وأنا مريضة شوية زاد اليوم، دونك بربي أعطيني شوية حلوية وأنا شاد باش أنا بدي نفيق معاك. أيوا دونك اليوم على شنو باش نحكيو حسام؟ اليوم باش نحكيو على دي زابليكاسيون موبيل، فيكو الجمعة اللي فاتت برشا عباد طلبوا. جست باش ناخذ بعد اذنك باش نرجع للابليكاسيون تاع الجمعه اللي فاتت الفيرو اللي قلنا تحب تدخل اون كونكورونس مع فيسبوك وانستغرام. وقتها قلنا اول مليون يتيليشارجيوها باش ياخذوا البيريود قريت عليها انا، خاطر انت جبت لي ابليكاسيون عجبتني دونك مشيت قريت عليها، اما قريت اللي هما باش يزيدوا في العدد النومبر نتاع الابوني مش مليون. ديجا وصلوا المليون. وي وصلوا المليون افكتيفمون. ايوا يمكن غراس على ليميسيون تاعنا. وي غراس توا، كل ما نتعلم حويجه انا وتخليني نمشي نبربش بعدها. والله صافي بليزير ان واحد عربي حب ينافس شركه عالميه وقاعد ينجح، نتمنوا له كل التوفيق. اما وي سي فري، اما تو سي كوا حسام اللي لاحظته في لي زارتيكل اللي هبطوهم عليه، معناتها برشا انتقادات، خاطر بداوا يخرجوا له في العيوب نتاعو وهو مازال كي بدا مسكن. يقول لك راه هو يقول غراتويت مي فينالمون سي با معناتها اوسي غراتوي كو سا. بعديك فما حاجات اللي باش تخلصهم، القهوه معناتها قداش سافا كوتي القهوه، ومازال تحاسيلو تتبلانتا كل مره تعمل مشكله يصير فيها مشكله الابليكاسيون هذايا، العباد ولات تبعث له من الاول بدينا معناتها ماسا بدينا نقف ويقول لك معناتها صار فيها برشا مشاكل. اما هو الى يو لا مابيليتي دو ريبوندغ العباد هذوما ويقول لهم رانا مازلنا كي بدينا فما حاجه باش نصلحوهم اكيد، اما اتهنوا. تعرفش علاه ما يهمنيش الشيء هذا كل خاطرني انا من المليون الاولانيين. ابليكاسيون فيرو. فيرو فوالا الابليكاسيون اسمها فيرو، تلقاو فيها موزيكا افلام تصاور وفيديوهات. علاش ما يهمكش انت؟ علاش؟ خاطرني من المليون الاولانيين انا بلاش. دونك جاوك بيه. يا رب باش يخلصوا. اما فما ناس اخرين باش تلتحق بيك راهو وبلاش زاد، خاطر هما قالوا باش نزيدوا على المليون. يزيدوا اي على خاطر كيف فما بروفيرب يقول لو سوكسي غامين لو سوكسي، النجاح يجيب النجاح. دونك رغم الانتقادات لكن وصلت في وقت صغير برشا للمليون. تو نشوفوا باش يزيد ولا تو باش نحكيو على سناب شات. ديما نحكي على الكونكورونس ما بيناتو هو انستغرام. سناب شات اللي لانسا دي لونيت هاو كان نشوفوهم لانساهم ديجا، مع عنده مديده صغيره لونيت هاو كديزاين تحفون على الاخر، نشوفوا فما كاميرا والاخرى جوست تصوير على المنظر، فما تخوا كولور في اللونيت هذوما، ونشوفوا اللي هما دي لونيت هكا نتاع دي جون ومزيانين على الاخر في اللبسه. قاعد سناب شات يديفلوبي في الفيرسيون الثانيه نتاع لي لونيت هذوما، والعبيد معناه يقول لك هاو كان منها نلبس لونيت يوم ميم طون تكون لونيت كونيكتي. نحب نقول اللي هنا سناب شات ما خممش في الـ معناه دي لونيت كونتر لو في، دونك معناها لي لونيت هذوما ما عندهمش الخاصيه نتاع لي لونيت الاخرين، دونك ما يحميوناش بالرسمي من الشمس، لكن لي لونيت هذوما كونيكتي. دونك يكونيكتيو اوتوماتيكمون على سناب شات في السمارت فون نتاعنا فيا واي فاي، يا اما بالواي فاي والا بالبلوتوث. والحق مع شنو الخاصيه معناتها الخاصيه بس لونيت ما يصور طول شنو يصير؟ اي رغم النجاح نتاعها لكن يبيعونا في الحلمه ولا كيف يقولوها، على خاطر ما عندهاش خاصيه كلي واو تخليني نمشي بالرسمي نشريها. لونيت هذه تسجل لك دي فيديو على سناب شات نتاعك 10 سكوند في بلاصه من التليفون من لونجل دو فيو نتاعك، دونك منين تشوف انت 115 دوغري. الحق ما فهم كموديل ايكونوميك ما ريتش اللي هو حاجه كبيره برشا، لكن الصغار حبوها على الاخر
وقاعدة تتباع بالقدي، ويمكن قاعدة تخليه ينافس بالقدي انستغرام. الفيرسيون الجديدة باش تكون فيها جي بي اس، يمكن شي هنا كان تضيع لك لونيتك تلقاها ولا فوالا كان تضيع لك لونيتك تلقاها والا عليه غالية ياسر اللونيت هذايا باش تلوجها نقعد. لا لا الفيرسيون الأولى هبطت ب 129 دولار. داكور. دونك 129 دولار يتسميو أرخص من اللونيت عادية. إيه ماهيش بولاريزي دونك حكاية فيها يظل يظل لي عيني، أنا واحدة من الناس نخاف إني نعطيها لصغير معناتها يلبسها، نخاف على عيني هكا ولا شو هو هو سهم في التكنولوجيا المتطلبات نتاع السوق ولا نتاع المستهلك ما تفهمهمش. فهمت؟ معناها قلنا مالغري اللي لينا احنا بالنسبه لينا احنا ماهيش حاجه كبيره عندهم هما وتباعت برشا فما عباد تشري فيها دي بتي بان فوالا لونيت كونيكتي تلبسها يمكن ديزاين مزيان عجب العباد ليه ولا ولا جوست بور لا فريم معناتها باش واحد يتفزعك هكا يقول انا لابس مونجيلا كونيكتي ولونيت كونيكتي ومخه هو دي كونيكتي معناتها ما يخممش على حتى لا فما حاجه لازم نعرفوها. يقول قايل كيفاه واحد نحكي معاه هو لابس لونيت ماهوش يسجل فيه دونك هنا فما سيكوريتي تحكم دونك لونيت هذايا اذا كان عبد يسجل فيك راهو تشحن تشعل لونيت دونك معناها يسجل فيك. تو باش نمشي لحاجه اخرى مهمه برشا برشا عباد يقول لك نحب نعمل انا كابتور ديكرون على التليفون نتاعي نشوفوا الابليكاسيون الاولى اللي هي دي او ريكوردر. دونك هنا ما نقعدوش نستعملوا في ثلاثه ولا زوز فلس لين يفسدوا بكثره الاستعمال ولا ساعات ما تخطفش الكابتور بالكدا. دونك فما الابليكاسيون هذايا تسجل لنا تصاور وتسجل لنا دي فيديو واللي هي براتيك على الاخر تسجل حتى لايف من التليفون نتاعك على الاكران دونك تهبطوا على الريزو اللي تحب عليه. استعملتها مده لكن في الفيديو ما لقيتهاش ناجحه برشا على خاطر الصوت ما كانش اي ما كانش واضح برشا. دونك فما الابليكاسيون الثانيه اللي هي موبيزان اللي يمكن خير من الاولى في الفيديو لكن الاولى خير من في التصوير. دونك زوز مع بعضهم يكملوا بعضهم وبراتيك بالكدا ويعاونوا في الخدمه. ساعات فما تصاور ما تنجمش تيليشارجيهم ولا ساعات فما دي فيديو ما تنجمش تهبطهم. دونك اترافيغ لي دو ابليكاسيون هذم تسهل برشا حاجات. واضح. نتعدى توا الابليكاسيون الثالثه اللي كنا نستعملوها براتيكمون على جوجل اللي هي جوجل ترادكسيون. نحب نقول لعباد راهو فما ابليكاسيون انديبوندونت اللي هي جوجل ترادكسيون. جوجل ترادكسيون الاستعمال نتاعها ساهل برشا، تنجم تيليشارجي اللغات اللي تحب عليهم وتخدم اور كونيكسيون. والميزه في الابليكاسيون هذه اللي هي تنجم تعمل ترادكسيون يا اما بالكتيبه تكتب انت على الاكران نتاعك بيدك معناها والا بالتصوير. دونك نجم نجي انا اللي قدامك باغ اكزومبل مكتوب بالعربي نجي نصوره و اون طون ريال في الوقت هذاك يولي لي باللغه اللي نحب عليها في الاكران نتاعي. فما اون ابليكاسيون نحب نسالك عليها حسام ما نعرفش بتت هذايا سسخا لوبجي نتاع الحلقه الجايه ان شاء الله. فما اون ابليكاسيون كيف تصبها وقت انت سا تخدوي اوتوماتيكمون انستونتانيمون ستادير تصب الابليكاسيون تبدا تحكي مع واحد ما نعرفش انا شنوي انت تبدا تحكي تتكلم بالعربي اوتوماتيكمون انت تتكلم وهي تخدوي معناها. كي نرجعوا للتصوير نشوفوا نشوفوا الابليكاسيون حتى نلقاو هايكا غادي فما موجوده معناها بالكلام ميكرو فوالا تنزل في الفيرسيون اللي بعد هذه مازلت كي هبطت فما ميكرو ولا دو ميكرو. دونك تسجل يا اما وانا نحكي وحدي يا اما في وسط كونفرساسيون و اون طون ريال معناها بالوقت تخرج لك باللغه اللي تحب عليها شنو قاعد يتقال وبالصوت وبالكتيبه. هين حلو برشا هذايا انه فاسيليت خلاص. دونك فوالا مع الابليكاسيون نتاعك المره نتعلموا نحكيو برشا لغات فوالا مع هذي نترجموا فما معناها التليفون راهو ماهوش نكونيكتيو على فيسبوك هاو ليه راهو نجموا نتعلموا به برشا حاجات نجموا نديفلوبيو به برشا حاجات سيغتينمون فوالا ومع لي زوبجي كونيكتي تسهيل برشا العيش هكا وسيم الغاد يلعب في جو عامله سكسي برشا تو. لا وسيم يحب يبعث لنا ميساج هذاك للريجي باش من بعدك يوصلوا هي اللي في وذني هذاك عنده ما يقول لي هذاك عليه اي ني با اون تران جوي. لا لا ماهوش لا لا اوكي حتى فون ديكرون هذيك تلمون تلمون. لا يجرب في الابليكاسيون اللي كنت تحكي عليها تو هذيك عليه. حسام ميرسي بوكو يعطيك الصحه يعيشك على حضورك. حسام كان يحكي لنا على معناتها التكنولوجيا الكونكتي مع احنا عندنا ناس كونكتي معنا في شباب ان يتفرجوا ويحبوا يبعثوا لنا الفيديو نتاعهم يكونوا حاضرين يا اما بجودهم لهنا والا من خلال الفيديو يو هذاك عشان نعاود نذكركم بالميل نتاعنا شبابين@تونيزا تي في.ان والا شباب ان هذايا على باج الفيسبوك نتاعنا وتبعثوا لنا اللي حشتكم به. على شكون نحب نعرفكم توا الفيديو لوائل بن عبد الله هذايا اللي راسلنا من فرنسا. تفضلوا نشوفوا وائل.
السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، أنا وائل بن عبد الله. تمنيت كي كنت حاضر معكم اليوم، مي بون ما نجمش، إن شاء الله غالب. دونك جو سوي اتيديون، نقرا في فرنسا، و جو في دي كوفرز نحطهم على السوشيال ميديا، جو في دي فيزيون تركي عرب، و نبارتاجيهم معاكم سور مي كونت على انستغرام والفيسبوك واليوتيوب وائل بن عبد الله. J'ai représenté la Tunisie في les Olympiades turques en 2013 et en 2014. J'ai eu deux médailles, une médaille d'argent et une médaille de bronze. وتوا اللي قاعد نعمل فيه توا نحط في دي فيديو على لي كونت تاعي كيما قلت لكم. باش سمعكم اليوم حاجه مزيانه على الاخر ان شاء الله تعجبكم، هي اغنيه اتحدى العالم تصبر رباعي. وانا بين ايديك تهت في مكان ونسيت معاك عمري البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طار قلبي ولا في الخيال عودك دفي اتقال موال ويعيقني سي برشا ورشة برشا ورشة برشا برشا وائل بن عبد الله طالب على الفيديو هذا وان شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك بيان سور وان شاء الله نلقاوك نهار من نهارات بحذنا هوني في شباب إين امام الموسيقى بالفيديو للموسيقى في اللايف وفرحانه برشا باستقبال جروب انستا باند المكون من احمد اشرف اجمل يلعب الجيتار اللي من هوني بحذايا وحسن شلبي اللي تغني ومحمد الهول محمد تعمل بيركسيون سي سا فوالا اهلا وسهلا مرحبا بكم عسلامة بي اوكي انا باش نعيط له اشرف هو احمد اشرف قال لي راهو بالنسبه للعائله هو احمد بالنسبه للاصدقاء هو اشرف هاكا يظهر لي مره نقول لك احمد مره يظهر لي اشرف بي يا سيدي نحكيو على الجروب نتاعكم بيان سور ني با كومبوزي كو دو 3 بيرسون فما بقيه الباند بقيه الجروب عندنا معناتها وسيم العيادي وحمدي دمك تعذروا باش يجيو معنا قرب الميكرو قرب الميكرو باش نسمعوك قلت لك وسيم العيادي وحمدي دمك على اساس معناتها باش يجيو معنا فهمت غير عندهم دي اوكي عندهم دوت انجاجمون تحيه ليهم كمان عسلامه الاولاد نبوسوكم باشا باشا من هوني ايوا كيفاش بديتوا تلميتوا مع بعضكم والموسيقى اللي اخترتوا تعملوها بون والله بديت من لي كومبلكس دي جون ولي فيستيفال دو جيتار قبل كل شيء معناتها كنا عندنا الكومبلكس دي جون في صفاقس معناتها البلاصه اللي نتلمدوا فيها معناتها لي جروب الكل لي ميوزيسيان الكل
شاك ايفينمون كنا حاضرين وكل شيء معناتها لينا بدينا نختاروا في بعضنا معناتها انت معايا انت معايا انت معايا ايه لا لا مش نغربلو معناتها كي نبرفو نبرفو كله مع بعضنا فهمتني ديك لينا كلقينا ليفيكتيف اللي فاهمين بعضنا اكثر عنا اونتونت فما اكثر افينيتي وكل دونك بدات الحكايه معناتها هكاك وقلنا علاش لا ما تكونش معناتها الديبي نتاع ثنيه يكون عندنا بيوت واضح سيرتو معناتها احنا الريلاسيون اللي بيناتنا بعضنا اكثر من فاهمين معناتها فهمتني اي تري بيان وسيرتو ما بين لي جروب الكل في سفيقس معناتها هكاك معناتها ما عندناش هكا معناتها الاسبري الواحد ما نغيروش من بعضنا ولا نعرفوا بعضنا بالعكس نزيدوا لبعضنا كو شاك فوا معناتها كل مره نقدموا كل مره بدينا على الاول معناتها ما لقيناش الدعم ما لقيناش معناتها معناتها الحاجات الظروف المتلائمه ماك تعرف كوتي معناتها شو اسمه معناتها فلوس وشكون يسبونسوريزيك وكل شيء ايش عملت؟ كل مره كيفاش معناتها ساعات نخبوا دي زيفينمون كل شيء نقولوا مثلا نعملوا كومبوزيسيون نعملوا ريبريز نعملوا حاجه فهمتني وبشويه بشويه معناتها لين تعرف لو جروب افكتيفمون تري بيان نعديو الميكرو الحسنة عسليمة اهلا وسهلا محمد بتغزل اللي جاكيك محمد من قبيل نبه على ياس معنا ما نحبش نحكي ياسر وكوك حلي توك يا حس روح وجايه الميكرو سيد تكبس حسنا اهلا وسهلا عسليمة جمو بريزنت حسنا قال وصلنا الجروب سي بون تعرف شنو هما ليزيفينمون اللي شاركتوا فيهم وشنو هو لوبجيكتيف ان شاء الله نتاعكم من هالاخر باهي ليزيفينمون كانوا فاريي بيان سور بشويه بشويه عرفت تتعرف بشويه بشويه دونك بدينا عملنا كومبوزيشن مع افريكان كونغولي صاحبنا مره لقانا زاده في الكومبليكس داكور اي حبيت الكومبليكس هذا محلي على الاخر يا اخي قال بوركوا با نعملوش كومبوزيشن هكا حاجه ميتيساج ما بين افريكان هكا تونسي ديجا غنيت فيها بالعربي وكل وغنى بالفرنسي وشويه بالكونغولي كهو عملنا كومبوزيشن بشويه بشويه كيف زاده عرضنا في سفيقس مزيانه اكبر ستريت شو يمكن صار في تونس محلي محلي على هي البرشا سوبر ديجا تعرض في تلفزيو تي في لايف وزاده كيف عندك شويه تراك مش مشكل عادي عادي برشا احكي تقول نحكيو في الدنيا ريت كاينه البرا في الفوتوي قاعدين بنكي نحكي لبعضنا ايوا عرضنا في المانيا زاده وقتاش مشيتوا لالمانيا عم ناول ايوا شنو زادتكم الاكسبيريونس زادتنا دي كونتاكت زادتنا ماني حتى الاكسبيريونس كاكسبيريونس محليها مهمه ايه عملتوا ايشانج غادي اي ايشانج ما بين صفاقس وماربورغ خاطر بيناتهم جملاج ديجا دونك كل عام يطلع جروب من صفاقس اختارونا احنا عمناول باش نطلعوا سوبر محليه اكسبيريونس حلوه على الاخر تعدينا الميكرو لمحمد مش نحكيو ياسر محمد ما تغزرليش هكاكه اهلا وسهلا محمد اهلا بك سافا الحمد لله تري بيان محمد لوبجيكتيف نتاعكم نهار اخر وين ان شاء الله تحبوا توصلوا كل حلمه كل جروب كي يتلموا ولا كل ارتيست ولا كل فرد عادي معناتها ديما عنده حلمه يحب يوصل لها انتم وين تحبوا توصلوا بالبروجي نتاعكم؟ اول حاجه معناتها اشرف وحسنة وحمدي ووسيم هكما اخواتي اكثر من اخواتي الحمد لله الحمد لله ثاني حاجه نحبوا نطلعوا على شيء انترناسيونال معناتها ندوروا العالم وي موزيكتنا احنا بالتاش نتاعنا احنا وبالباك جراوند اللي عندكم انتم بالكومبوزيسيون بتاتر نتاعكم انتم مش دي ريبريز ولا حاجه لا حاجه خدمناها احنا سبيسيال هاي سبيسيال شنو حضرتوا لها هذا يا محمد؟ بون حضرنا حاجه معناتها كيما نقولوا ما بين الانجلي والعربي وما بين فهمتي ما بين الحضره نتاعنا احنا الصفاقسيه حاجه مزيانه الحضره قلت لي حضره صفاقسيه باهي اوكي تري بيان انا جات باش اني نشوف حاجه هي خليها سيربريز نحب نشوف حاجه كيف ما هكا يا وي داكور بالتوفيق لكم يا جماعه باش نرجعوا نحكيو معاكم شويه بركه من بعد ومن بعديك نسمعوا الموسيقى اما توا خلينا نشوفوا الكليب نتاع انستا باند وراجعين تفضلوا Mama, my mama, Africa. Mama, mama, my mama, Africa. Mama, mama, my mama, Africa. Mama, mama, my mama, Africa.
Maroc, Tunisie, Mama Africa. Congo, Brazzaville, Kinshasa, Mama Africa. Somalie, Égypte, Libye, Mama Africa. Nigeria, Rwanda, Ghana, Mama Africa. كان هذا هو الكليب ماما أفريكا يعلقلنا عليه أحمد أشرف. وين تخدم؟ كيفاش؟ مع شكون؟ شكون هو اللي كان يغني معاكم؟ الإفكتيف وقتها اللي عملوا الكرياسيون نتاع معناتها الكليب معناتها جات أبارتير من توني ماك، والإفكتيف الآخر اسمه جاستونس، معناتها ما كانتش جروب أوفيسيال، فهمتني؟ معناتها كاحنا لي ميوزيسيان في بعضنا، معناتها كنا قلنا بوركوا با ما يجيش البروجي مع بعضنا. لي ديتاي معناتها صاروا لي زونريجسترومون وكل شيء، ومن بعد معناتها بروبوزي كصورناه معناتها في بلايص، معناتها في صفاقس وفي هركله، حاجه كيما هكا. داكور. اي وفي فريقيا بالضبط، معناتها فريقيا خاطر اوكي. و بون ليكسبيريونس معناتها جات ما بين حسنه وتوني ماكونزو، نوجهوا له التحيه الساعه. اوكي. جات بيزار شويه على خاطر معناتها ماك تعرف اللغه الكونغوليه نتاعهم، معناتها ماهيش فاسيل باش اجيري، معناتها مش حتى هو ميم با زاد قا ديفيكولتي في اللونجاج وكل شيء. اما سيتي بيان باسي، معناتها كانت اكسبيريونس كوم حاجه بينيفولا، معناتها تخدموا كليبات والعلاقات اللي عملتوها وقت ما شيتكم لالمانيا باش تخموا انكم تعملوا دوتر بروجي يتهزوكم ان شاء الله بتيتر على الشلال العالميه.
والله اسبيرون بيان معناتها احنا البيت الاولاني تو باش نحضروا معناتها برودوي 100% معناتها معناتها ريبرتوار اكثر من فهمتني وباش على الاقل معناتها حتى كي نخرجوا نخرجوا بحاجه معناتها ايدونتيفي لينا احنا فهمت ما نقعدوش ديما توشي باللي ريبريز بال بوركوا با ان شاء الله يا ربي يسهل لكم تحضروا فوتر بروبر برودوي تعرفوا بالموزيكا نتاعكم تتعرفوا كيف ما جروب ميراث اللي وصل للعالميه ويسي تامبوزي تفضلوا نسمعوا الموزيكا نتاعكم تفضلوا Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. I tell myself one, don't pick up the phone, you know we're calling cause you're drunk and low. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. If you wonder him, you ain't getting over him. I got no rules, I can't bear. So pick up the phone, you know the calling, cause you're drunk alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. If you wonder him, you ain't getting over him. I got no rules, I can't be. Hey, I got no rules, I can't be. I got no rules. Yalla mai. Allah Allah ya baba uslem alik ya baba. Allah Allah ya baba uslem alik ya baba. Sidi Mansour ya baba wniji nzour ya baba. Sidi Mansour ya baba wniji nzour ya baba. Allah Allah يا بابا ونجي نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجي نزور يا بابا منادي وين يلا الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجي نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجي نزور يا بابا والله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلم عليك سيدي منصور يا بابا ونجي نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجي نزور One, don't pick up the phone You know you're calling cause you're drunk and alone Two, don't let him in You have
برافو برافو برافو. هينين الاولاد انستا باند، هذا هو اسم الجروب، ماذا بيكم تتابعوهم وتنقولوا بعد وين، اما سيغتين ما مش تلقاهم على باج فيسبوك. واذا انتم زاد تحبوا تكونوا حاضرين بحثنا كيما الجروب هذا، تبعثوا لنا على الايميل نتاعنا شباب ان اتونيزيا تي في بوان تي ان، والا على باج الفيسبوك شباب ان. وفرحانه برشا برشا باستقبال ممثل عن تظاهره قوم صور، قوم صور. تظاهره هذه باش يحكي لنا عليها الطاهر قطاطا. اهلا وسهلا ومرحبا. يعيشك يعيشك ربي يخليك. وشكتوا عامل كيف انت بحذنا؟ والله يا برشا جو شوية عجبني، شويه نهبطوا نشطحوا انا وياك شويه. والله يا حلو الجو، جو حلو. تحيه للجروب، عجبني الديكور في الكونتمبوران والاندر جراوند. وي حلو ياسر. دونك فوالا نشكر على الاستضافه وتحيه لكل مشاهدين وطني اثنين. ميرسي بوكو، واحنا فرحانين باستقبالك بحضنا ونفرحوا انه ولاد بلادنا ديما هكا ناشطين وما شاء الله عليهم، وعندنا تظاهرات ثقافيه مزيانه، وانه معناتها نحسوا اولادنا بقيمه تونس وكيفاش نجموا نبنيوها احنا ونبدلوا شويه التخمام للهجه وللحرقه هكا ولا جوستومون. نحن انت حكيت على البناء، نحن سي ان تريلوجي. دونك بدينا بقوم ابني، قوم ابني ومعت قوم عبر، وعندنا تو قوم صور. دونك بدينا بالجرافيتي والفن نتاع الجرافيتي. تشوف الديكور نتاعكم انتم اللي بديتوا، خلينا نحطوا الامور في الاطار نتاعها. نحن جمعيه المخزن الثقافي نائب رئيس الجمعيه ورئيس الجمعيه محمد علي بن جمعه نحييه. دونك ديما تعاملنا كان الحقيقه مع المركز الثقافي الامريكي وسفاره امريكا في تونس. هذا الدعم المتواصل كما قلت لك في تريولوجي، بدينا بقوم ابني انا عامين الجرافيتي والاندر جراوند وكل شيء. كملنا في قوم عبر اللي هو انكور قاعد يصير توا ان شاء الله. قوم صور، قوم صور بلادك في السينما. قوم ابني غادي وغادي كقوم صور بلادك، قوم صور بلادك من الجرافيتي للتعبير للسينما وخدمه نتاع عام كامل. تري بيان، هذايا قوم صور، هذايا خدمه عندها عام تحضروا لها. عندها عام، عندها عام تحضروا لها. وصلنا توا ان شاء الله غدوه لعرض الافلام. استنى عاد قبل ما نتعداو لعرض الافلام والجو هذاك، وعلى شنو باش تحصلوا وك الجوائز؟ تفرجوا شويه في الفيديو. وباقي مازال شويه نحكيو على الافلام هذوما، قداش من فيلم باش يشارك في التظاهره. نحن بدينا الحقيقه عندنا عام في الكاستينج. البدايه الاولى كانت في الكاستينج محلوله على الباج فيسبوك قوم صور بلادك هيروس بيل 2. دونك وفي السيت نتاعنا جونا العديد من لي سي في، دونك اخترنا 10 مفرقين من برشا ولايات في تونس. سلون كيل كريتير كان الاختيار هذاك العشرة افلام؟ هما الكلهم سومي بروفيسيونيل وفما دي زاماتور. جونا برشا قارين ديبلومي، دونك نحن ديما نخيروا كون يكون الهواة اكثر منه. جست عبد المغروم بالتصوير يهز كاميرا وتونس كيف ما يراها. لا فما ناس مغرومه وكهو، فما ناس عندها فكره صغيره. فما دي ستوديو مازالوا تو يقراوا في السينما. واضح. دونك هذه هي البدايه. اخترنا 10 مفرقين برشا ولايات في تونس. بدينا ب ورك شوب، دونك ستاج بلوكي للناس هذوما. وكانوا فما مؤثرين معروفين في تونس، سي ابراهيم الطيف، محمد مغراوي، رابع سيفي، كريم توكابري. دونك الصون وليماج والسيناريو. قداش دام الوركشوب؟ اسبوع مغلق في حمامات. ومن بعد كان لقاء مع منتج كبير من امريكا اسمه ريشار بيدان. عملنا كل استفادوا منه، دونك ان ديبا دي كور ميتراج، دونك فهموا الحكايه. اوكي. لي تكنيك وسي انكادرمون دو لو كوتي سيناريو وكيفاش يصوروا. بعد هذاك الكل فتحنا لهم مجال باش يعبروا في السيناريو. دونك ما حبينا هما يقولوا السيناريو، هما اللي يكتبوا السيناريو مش نحن، كانت فكرتهم هما، نحن وراهم في لونكادرومون وفي توسكي ماتريال. هو احلى حاجه ان واحد كي وقت اللي يعمل اخراج يكون ديجا كاتب السيناريو نتاعو باش يعرف مليح هذا هو كيفاش يخدم. دونك ستاج ولد دي سيناريو 10 سيناريوات سينما دوتور جوستومون كيف ما قاعد يقول لي المخرج ولد السينما. تحية للمخرج. تحية ليك يا رائد، سلم عليك. دونك ولاو شباب ان ايه في السينما وبداوا يحضروا للافلام نتاعهم. تري بيان، نرجعوا نكملوا الافلام نتاعهم بعد البوند انونس هذايا. تفضل. We'll be right back.
جوكم حاسين لو كان هذا الميكينغ اوف كيفاش يصير تصير عمليه التصوير. ايوه تحيه لفريق التصوير على تحيه لهم الناس الكل طول الجروب داير الشاري هو مدير التصوير. دونك باش فيت في باش نسمي اسامي المخرجين: رشيد المرابط، سيرين سعيد، عزيز سويسي، رحمه سويدي، هارون الزمزمي، فاطمه مغراوي، وليد فرج، سليم بالغيث، احمد سنوسي، وعربي قتلان. توا وصلنا لمرحلة الجدية كما يقولوا فيها. أيوة. الأفلام حاضرين. واليوم اجتمعت لجنة التحكيم اليوم العشية، ما نزلت ما نعرفش النتيجة الحقيقة. داكور. معناها الناس ثلاثي مخرجين سوسن معالج، مليك عمارة وسهير بن عمارة شافوا الأفلام اليوم العشية. والحقيقه ما نعرفش وتتويج الافلام معناتها انه باش ياخذوا لي بري الوالا على اي اساس يتم؟ معناتها شنو هو احسن سيناريو؟ كيفاش كان احسن تصوير؟ هما تروا بري، هما تروا بري. فما المفتاح الذهبي، دونك ماك تعرف انت المخزن. المفتاح لازم مفتاح، دونك سي سامبوليك. حلو. هو فتح افاق للمستقبل، الفيتور مخرجين هذوما ان شاء الله اللي باش يوليو مخرجين. دونك عطيناهم مفتاح وقفنا وراهم ووصلناهم كانوا يعملوا الافلام. غدا لا بروجيكسيون دي فيلم باش يكون تروا بري اللي هو برونز وسيلفر واور. دونك مفتاح البرونزي والفضي والمفتاح الذهبي. دونك غدوه باش نحكي لكم هكا خاطر نحب نخليو عنصر مفاجأة في السهريه باش يثري السهريه. نجوى زهير وحاتم القري هما اللي باش يقدموا السهره. فما برشا فقرات باش تكون موجوده. هذه هي التحكيم قاعدين نشوفوا فيها سوسن المعالج وزهير بن عماره و مليك عماره. فوالا. دونك باش تخلى الفقرات الفيلم فما برشا حاجات اخرين باش تصير. دونك خلي تبع السوربريز. اوكي فوالا. هذا هو هذه سهريه غدوه باش تكون السبعه في مدار كارتاج. لا غوميز دي بري وقتاش؟ جوست بعد الافلام. هي السهريه 19 باش نستدعوا الناس، بعد 19 الكود دونفوا نتاع السهريه. جوست بعد لا غوميز دي بري والبروجيكسيون دي فيلم فما ان اكسبو. دونك عرض الى صور المده اللي عملناها الكل، معناها الاستاج والورك شوب والايامات التورناج. دونك اكسبو نحيي مهدي قرون وبلال شتلاوي اولاد المخزن. دونك اسوري الاكسبو باغ المخزن. دونك بعد الاكسبو ريسبسيون، دونك نستدعاك انت شخصيا. يعيشك بارك الله فيك. ميرسي بوكو. وقناه وطني اثنين بارك الله فيك. تكونوا حاضرين ان شاء الله غدوه في مدار كارتاج مع السبعه نتاع العشاء. باهي. فما دو كيستيون قعدوا لي في بالي. الافلام هذه نجموا نشوفوها؟ تنجم تعرض للعموم من بعد؟ هو اول بروجيكسيون جوستومون. نحن لا كونتينيتي هي الاهم بالنسبه لنا. بالضبط. باش يكون عرض الافلام هذيا اذا طلبوهم للسينما هذيك حاجه. وي. نحن مهمتنا بعد هذا الكل باش ندوروا في 24 ولايه في تونس في دور ثقافه ودور شباب باش نعرضوا مجانا الافلام هذه، ويكون بعديك فما ان ديبا بوغ تو لي جون اللي يحبوا يناقشوا. خاطر مسينا برشا بلايص نحن. ما تكونش ما كانش الحكايه تورستيك، فما امور تاريخيه موجوده في اماكن طبيعيه، فما امور اجتماعيه اوضاع اجتماعيه طرحت في الافلام. دكو. ان شاء الله تعجبكم. نحن ديما لي بروجي نتاعنا قم ابني ولا قم عبر ولا قم صور، ديما نحن نشجعوا في الشباب. ماك تعرف توا كنت قبيلك تحكيوا على الابليكاسيون والجدال اللي قاعد صاير على لي جون نتاعنا والابليكاسيون اللي مهبله الناس. دونك كله نحن هذا كل نحاربوا فيه نحن بالفن وبالثقافه. ونحيي الجروب زاد اللي غني نورونا في المانيا. دونك انحراف والتطرف اللي هذا صاير والعنف والدنيا هذه اللي صايره نحن ما نجموا نحاربوها كان بالثقافه. Absolutely. وهذا اللي قاعدين نعملوا فيه. الثقافه والفن هذا هو. سينو الافاق اللي تنجم تتحل قدام الناس اللي يجي تخدم معاكم وتعلموا وتعطيها مفتاح في الاخر في ايديها، وين نجموا يوصلوا ان شاء الله؟ نحن وصلناهم الى درجه معناها النيفو وصل لعمل ان كوميتراج، خاطر نحن ديما نقعدوا في الكوميتراج فيكسيون ولا دوك فيكسيون. توا هو عنده المفتاح باش يحل وينطلق في الدومين نتاعو نتاع السينما، وان شاء الله يبهرونا في المستقبل بافلام تشرف تونس وتشرف السينما التونسيه. ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك طاهر قطاطا انك كنت حاضر معنا، ويعطيكم الف صحه على المجهود اللي تقدموا فيه. ميرسي بوكو نيابه عايشي. على الاولاد هذوما ان شاء الله نهار اخر لي زارتيست نتاعنا باش يكونوا. يعطيكم الف صحه. اذا مازلت فما حاجه اخرى جديده تحضروا في دوتر بروغرام مرحبا بكم بحضنا. ببدالنا ديما محلول عايشي. وتحكيوا على التظاهرات نتاعكم. ميرسي انكور.
اون فوا على حضوركم واحنا باش نتعداو الفري مايك مع زميلتنا حنان بوربيع. تفضلوا. أجيال الثمانينات والتسعينات كبرنا على ألعاب جماعية في الحومة والبطحة والزنقة، ألعاب بسيطة كانت قمة في المتعة والفايدة، ربيت فينا روح الجماعة والصداقة. ألعاب جسمانية خلتنا نكتشف مواهبنا، لعبنا الغميضة والكاري والبيس والزربوط والحلقة والعروسة، ولعبنا الكورة بنت ولاد. ألعاب فكرية تنشط أذهاننا، لعبنا الدومينو والسكرابل والشطرنج. وأول ما ظهرت الألعاب الإلكترونية تشاركنا في اللاتاري وتنافسنا على السوبر ماريو. تبدلت الدنيا، الأطفال والمراهقين اليوم يلعبوا أما كل واحد وحده مع تليفونه مع البلايستيشن وقدام الأورديناتور. تربيوا على العزلة، ألعاب فيديو نمت فيهم الأنانية والعنف. حتى وصلنا للألعاب القاتلة، الحكاية تبدأ بتليشارجمون متاع لعبة وتوفى بالانتحار. البوكيمون جو ومريم والحوت الأزرق وتحدي تشارلي وجنية النار، ألعاب تثبت في موت وانتحار مئات الصغار. وأولادنا فاهمين حقيقة هالألعاب وواعيين بخطورتها؟ والله تفهم برشا دي جو موجودين توا كيما بتاع كوره فيفا برو، ولا عنا كول اوف ديوتي، ولا عنا برشا لعب معناتها. اما انت اللي انت وتختار مثل ذيك، فما دي كاتيجوري نتاع لعب، فهمت؟ فما نتاع الحرب، فما نتاع كوره، فما نتاع برشا حاجات انت تختار. نلعب ليج اوف ليجندز، نلعب فيفا، وذوكم اكثر واحدين يعجبوني. وفما معناها انواع نتاع جوات اخرين يعجبوني ونلعبهم بشكل معناها اكثر من الاخرين. اللي هما نيد فور سبيد، بلور، برشا لعب اخرين، باتل فيلد، برشا. نورمالمون كل لعبه احنا نختاروها وتعجبنا لازم خطر فيها حاجه فيها غايه. هي خاطر انا نحب الحرب ونحب الكراهب. فما برشا جو فيديو على الاورديناتور كيف ما نيد فور سبيد، وفما زيد بلاي كات، فيها برشا لعب اما فيهش ما همش العاب خطيره. معناها على انو اساس تختار اللعب نتاعك؟ يكون فيها ترفيه، يكون فيها حاجة فايدة تتعلم. ترفيه أكثر حاجة. تجربتك مع الحوت الأزرق؟ تصب اللعبة ومن بعد يبدأ يقول لك حاجات، تبدأ تنقز على ساقك وكل، ومن بعد كل يوم يزمك تقوم وتعمل تحدي جديد. وبسيسة بسيسة لين مرة يقول لك أرسم، باش تدخل اللعبة أرسم حوت أزرق على يدك بحاجة حادة وتبعثه، تصوره له وتبعثه. ومن بعد يبدأ ينوم فيك، يقول لك قوم الصباح ما ثلاثة متاع الصباح، وتبدأ تفرج في فيلم رعب وتسمع غنية متاع حزن. ومن بعد يقول لك يا إما تطيش روحك من بلاصة عالية، ولا تشنق روحك، ولا نقتلك عائلتك بالواحد بالواحد. أنت لعبتها؟ أي ما وصلتش غادي. وين وصلت؟ بعد وصلت بديت قعدت نتفرج عليها أنا، خاطر سمعتهم يقولوا لي خطيرة وكل، قبل وقتها كنت ما في باليش كي صبيتها. ومن بعد فسختها ديريكت، وصلت قال لك يقوم الصباح واسمع غنية حزن. لا فما باهين وفما الخايبين. التوا اللي مجد منظرين برشا كيما الحوت الازرق اللي يحكيوا عليه ديما، اللي ماتوا ألف واحد على من جرة اللعبه هذيك. لازم واحد مجد يعرف شنو هي لعب، نجم نلعب انا اللعب، اما لازم نعرف كيف نلعب، مش كيكا نلعب كيكا باش نخاطر بروحي. فما مريم وفما الحوت الازرق، هما مثلا يقول لك مثلا هو عيد ميلادك قريب، يقول لك انت تو باش تروح للدار باش تلقى سوربريز، امك وبوك عاملينها لك. هو يروح للدار يقابل حق فما سوربريز، يقول سيبا معناه يعرف كل شيء، معناه يولي يتبع فيه. كيما فما بوكيمون وفما مريم وفما الحوت الازرق زيدا. بوكيمون يبقى يتبعك على بلايص، فما اللي ميتوا برشا طاحوا في الكورات وكل، وفما الحوت الازرق فما اللي شنقوا رويحهم. انا لعبت برشا لعب، ديجا جربت لعبت مريم، يعني عندك لعبتها قالت لي شو اسمك، عطيتها اسم غالب، قالت لي مش هذا اسمك، ديريكت فسختها وكل، من وقتها ما عادش لعبتها. ولا في برشا عباد يلعبوها هي والحوت الازرق، برشا العاب برشا. هاي فما حتى اللي في البيبلينات تلقاهم صغار يلعبوا في كونتر سترايك، يتعلموا حتى من هما صغار. تلقاهم مثل انت الهابي تضرب حاكم بالسكاكن بالقنابل، تختار فروده
والله يا وخيتي شيء كبير هو توا في الالعاب هذه جديده والالكترونيه، ومع الدنيا تطورت فيسبوكات وفهمت، وبكري كانت حاجه بسيطه كوره لعب في الدار عروسه، توا شيء يخوف والعب قد ما يراقبوا شويه. ايه فرق كبير ديجا، هما اللعب هذوما يعلموا كل واحد يلعب وحده، يعني ما عادش عندنا سوسيتي اللي الكونتاكت ما بين الصغار ونقص. اون بليس دو سا قبل كانوا عندنا لي جو دو فامي مونوبولي نلعبوا الكبار والصغار مع بعض، تو ما عادش ديجا الريتم دو في. احنا لي بارون نشوفهم ما يدخل يعطي تليفون لولده باش يبعدوا باش هو يتلا في حاجات اخرى. Faut faire très très attention مع صغيرات comme مرة أخرى نداء للأولياء بربي كي تلقى أولادكم شادين تليفونات ولا لي تابلت عملوا طلة ما فيها باس عليهم شنو اللي قاعدين يعملوا وش قاعدين يلعبوا. أنا فرحانة اليوم باستقبال شاب تبارك الله عنده اختراع وهو ممثل عن جمعية الشبان والعلم بحذايا. شكون اليوم بحذايا علي الصغاري؟ أهلا وسهلا مرحبا بك. عسلامة. صافا شنو أحوالك؟ الحمد لله. شنو تلعب أنت كوم جو؟ أنا ما نلعبش. ما تلعبش؟ تلعب حاجة أخرى. استنبط حاجة أخرى. أنا نصنع. أنت تصنع. باهي أوكي يا سيدي، اليوم شنو صنعت لنا؟ عندنا استاسيون ميتيو. استاسيون ميتيو. ماش نستحق معناتها نتفرجوا لا نشرة جوية حتى شيء زيد نشرة جوية. جايب قص الخبز انت على جماعة اللي يخدموا معنا النشرة جوية بطلوها. ايه بطلوها. ايوا عندنا الستاسيون ميتيو برانشيها في الضوء ومركب رجلة. كيفاش فسر لي؟ باهي عندنا باور بانك ما تنجم تمشي بها اي بلاصة والا شارجور، عندنا كالادابتاتور تاع الشارجور والا باور بانك. اي نحطوا الباور بانك لنا اي تاع يخرج لنا اليمونتاسيون هذيك اليمونتاسيون من الباور بانك. اي هاكا يخرج لنا، وعندنا كابتور هوميديتي تمبيراتور. اي معناتها نقعد نمشي نقعد شاده هنا الوحده الهواء ولا كيف؟ هاكا تبدا الهواء لحد شيء تبدا ذي معناتها شددها. اي وحتى معناتها انا مازلت نخدم عليها يبدا الباور بانك محطوط لنا، فهمت؟ ايوه معناتها هذه لازمها باور بانك بالذمه اللي هي يا باور بانك من الدار، معناتها عندك 220 بكا الادابتاتور نتاع الشارجور نتاع التليفون تبرانشيه مع الكابل هذايا. واضح تخي بيان. يقول لك الحاجه ام الاختراع هي هكا ولا لا؟ معناتها وقتاش نعملوا اختراع احنا؟ وقت اللي نبداو مستحقين حاجه. اكيد اكيد اكيد. انا قدام لي دقيقه نجيك السؤال عاده دقيقه يعني معناتها احنا كيف يجينا لي زابليكاسيون وكل ماهمش ياسر فيابل، هذاك علاش صنعت هذه انت؟ هذا نشوفوا في الخيوط والكابلوات نتاعها والدنيا كلها نتبعوا فيها على التلفزه قاعدين نشوفوا فيها توا. ايوه شنو الزايد عليه هذايا؟ شنو الزايد على لي زابليكاسيون؟ شنو هي الحاجة المهمة والمفيدة اللي تنجم تقدمها لنا خير من لي زابليكاسيون؟ احنا أنا قاعد نخدم معناتها على حكاية معناتها نحيو الإكران ذا. إي عندك سمارت فون تاعك هذا تبدا برونشي في الدار. إي وأنت عندك سيرفور على الإنترنت تدخل له بالسمارت فون تاعك ومعناتها يخرج لك تمبيراتور وليميديتي و من بعيد اديستونس وفيابل على الاخر تبدا ومضبوطه من اكل وقاعد نخدم باش نزيد دو كابتور اخرين، واحد كابتور دو بلوي تصب المطر وبولي مسكر خرج لك راه اون بلو وكابتور واحد اخر كي تبدا الدنيا ظلمه خرج لك معناتها نواجو خرج لك لي نواجو تبدا الدنيا معناتها اذا مسحبه تخرج لك راهي مسحبه، اذا شتي تصب وانتم تبداو قاعدين هكا في الدفي تقول لكم راهي الدنيا تصب شتي تصب لبرا المطر تصب باردون الا معناتها يعطيك حالة الطقس الحقيقية. خارج لك وكل. الخارج لك وكل. باهي علي فماش نوتخ بروجي تخدم عليه ان شاء الله نهار اخر. انا خدمت بروجي اما اخر هذا لازم معناتها في مخي لازم نكملوا. تطوروا؟ اي. نطوروا ونكمل فيه. وعندي بروجي واحد اخر خدمته انا قبل روبو. روبو. تحكم به بالسمارت فون تاعك ابليكاسيون. شو يعمل الروبو هذا؟ تخدم بيه معناتها تقدم وتوخر يمين ويسار. باهي انا ماذا بيا روبو ينظف لي الدار بالابليكاسيون نلقاو عندك قالوا لك فوالا هذاك شفت العباد شنو تحب تحب روبو ينظف الدار ويرتحنا اوكي ان شاء الله المره الجايه نلقاو عندك ان شاء الله قدرة ربي كي تحضروا ترجع بحذايا اوكي على لولو وزيد عندنا معناتها الستاسيون ميتيو نرجعوا للميتيو ايوه
فما حاجه اخرى مش للفلاحه ولا لعب. فما صباح كي تقوم انت يبدا بوري مسكر بيت مظلمه تعرفش روحك شنو تلبس. تلبس حاجه خفيفه حاجه معناتها خشينه. عندك الاباري هذايا تبدا برونشي صباح تخرج لك قد ايه تمبيراتور قد ايه هوميديتي لي فالور هذوكم تجم تعرف معناتها قداش شنو اللبسه اللي تستحقها. اي باهي وهذيا فالابل النهار كامل ولا كي تقلب للطقس من بعد نبدا نلبس حاجه خفيفه من بعد نقلص. انت بالوقت هذاك معناها انت بالوقت هذاك انت بالصباح تجم تعرف معناها. اوكي تخي بيان ميرسي بوكو يعطيك الصحة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله تطور مليح لو تخوك نتاعك هذا اللي جبته لنا اليوم وإن شاء الله تخدم لنا روبو اللي ينظف الدار نتصور حتى أمك تحب عليه. ها هكا ولا؟ إي باهي يعني. نحب معناتها نقدم ديديكاس ل شو اسمه لجمعية شوبين والعن واللي معناتها تحت لي فرصة اللي جيت لهنا. إي صحابي الكل كوليج براي وتيم بتروا. أوكي عائلتي وكا اوكي يعملوا ان شاء الله مره جايه يجيكم بروجي واحد اخر ان شاء الله يا ربي. انا توت فاسون راني نستنى في البروجي نتاعك اللي باش تجي او خمم في اللي قلت لك عليه. باهي اوكي علي ميرسي بوكو يعطيك الصحه على حضوركم معنا واحنا باش نرجعوا للموزيكا توا مع انستا باند تفضلوا. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies up having fun, you know what I mean. Oh, sleep in peace when day's done. That's how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah. Ooh. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Day, it's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new يعطيكم الصحة. برافو برافو يعطيكم الصحة الجروب حاضر بحذنا اليوم. انتم زادة كيف تكونوا تحبوا تكونوا حاضرين معنا تبعثوا لنا على الايميل نتاعنا
شباب إن @tunisiatv.tn وإلا على باج الفيسبوك متاعنا شباب إن. وإحنا توا سنحلقها. وكيفاش سنحلق؟ حاضرين بحذانا أحمد الفارسي وقبيل القرمازي، حاضرين ممثلين عن الجمعية التونسية للطيران، وباش يحكيوا على ليفينمون تاعهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يعيشك. مرحبا. دونك أحمد قبيل، أيه. نتشرفوا سيدي. يعيشك. أحكيوا لي على الجمعية، شنو قاعدة تعمل؟ الجمعية احنا جمعية تونسية للطيران. هي جمعية تأسست رسميا من 2013. بدأت بحلمة كما قلت انت مش نحلقه، بدأت بحلمة انه الناس كل تحب تطير، الناس كل تحب تقرب للمجال هذا للميدان الطيران. قلنا علاش ما نعرفوش بالمهن اللي عندها علاقة بالطيران المدني. جمعيتنا اساسا نضم معناها الطيارين لي بيلوت لي تكنيسيان لي ميكانيسيان دافيون اي لي كونترولور سيركولاسيون ايريان. ديجا احنا زوز مراقبين جويين ونتبعوا معناتها ابار جمعية الطيران نتبعوا الجمعية التونسية للمراقبين الجويين. باهي انت تحكي على المراقبين الجويين وانا باش نحكي لك على مراقب الصورة اللي قايلزني من بعد شوية واحد منهم غاديكا باش وجهك يظهر مليح، سينو تعطيني واحدة منهم هوني واحدة تحطوها في الوسط. ايوا بعد هات سيدي هذه هي ايوا. دونك الجمعية التونسية للطيران هي اساسا جمعية تحب ترجع تاريخ تونس في الطيران المدني اللي هو تاريخ كبير وللاسف ماهيش مش لاقي حظه في بالنسبه للمواطن العادي والشباب. اكيد بطبيعه خاطر تونس كانت سباقه في الطيران المدني. ايوه نحكيو من 1912 من 1913 تونس كانت عندها احداث وكانت ثم ارقام قياسيه تحطمت في تونس اللي كنا سابقين الدول وسابقين العالم في الطيران المدني. نحكي لك بعد الاستقلال كانوا عندنا قرابه 60 نادي للطيران ديزايرو كلوب، تو ما عادش موجودين. احنا دونك الهدف تاعنا هو التعريف بالمهنه هذيا، تعريف شنو معناها مراقب جوي. الاولاد الصغار الشباب اللي يحلموا يحب يطير، لو ثم فرق بين انك تطير وبين انك تطلع في طياره وتسافر. اوكي احنا نحبوا نقربوا المهن هذيا للشباب، مش يعرفوهم، مش يجيو يشوفوا الطيارات، يشوفوا لي باراشوت، يشوفوا لي باراموتور، يشوفوا لي زاكتيفيتي الكل، يجربوا يمسوا يطلعوا يطيروا، علاش لا، كل شيء معناها ان شاء الله. يعني نحبوا نعملوا أنشطة ترفيهية بالأساس، لكن وراها هي مش نعرفوا بالمهنة بتاعنا ومش نستقطبوا برشا سياح وبرشا. عندنا برامج كبيرة في المجال هذايا معناها. تخي بيان، قبيل شنو هي هالبرامج هذايا؟ أي احنا توا عندنا برنامج في صفاقس من لو 15 للو 18. عندنا ان إترونجي باش يجي معناها افيك ان باراموتور. هذه باراشوت وفيها مروحية وراها. فهمتني؟ وباش يقدمها للصغار. نجموا يطلعوا فيها معناها باش يجربوا ليكيبمون هذايا. اي اي اي. اوكي. يقيدوا ويطيروا ويكتشفوها ويمسوا ويشوفوا ويفهموها شنيا. دونك البرنامج هذايا من لو 15 للو 18 في صفاقس. في سيدي منصور. وان شاء الله لو 19 و لو 20 في اوتيك. هذه هي لافيش قاعدين نشوفوا فيها. اي لو سبيكتاكل كونتينيو هذا لا فيرسيون بور توس اوكي داكولدو. كيفاش العباد العاديين تنجم تلتحق بكم؟ معناتها تنجم يجي نولي مثلا نقول انا عندي اكتيفيتي، كيف ما واحد يمشي يعمل تنس ولا يعمل حاجه ناتاسيون يقول انا عندي اكتيفيتي افياسيون، معقوله هذه نجم نقولوا هكا؟ موجود اي تو عندنا معناها احنا فيا لاسوسياسيون تاعنا عن لي كونتاكت نتاعنا كونتاكتوني اللي هو ممبر دو لاسوسياسيون وينجموا يشاركوا، عندهم بطاقات واللي ينجموا يشاركوا عندنا لي زاكتيفيتي نتاعنا هذوما. باش يعملوا احكي لي بالتفصيل وحده وحده، مليني وحده وحده على لي زاكتيفيتي خويا. باهي نورمالمون عندنا لي زاكتيفيتي بور لي زونفون في تو سكي كونسيبسيون دافيون ان شاء الله بيانتو باش تتعمل، تولي كيعملوا كونسيبسيون دو تو سكي افيون افيونيك وكل الحكايات هذوكم للصغار. معناها يصنعوا روبو صغير يطير معناها ولا طياره صغيره تطير. الكبار ينجموا زاد يصنعوا. اي ينجموا يشاركوا، ما هي سيرتو ديستيني للصغار معناها فهمتي؟ وللكبار معناها عاملين في اوتيك اسباس غاروس هذايا معناها ينجموا يجيو الكبار يكتشفوا تو سكي تابع لايرونوتيك معناها يلقاو جماعه غادي تابعين لاسوسياسيون عندنا فيها بيست صغيره وعندنا فيها طياره صغيره وعندنا فيها هذايا بتاع مونوموتور. وقلت ربي دي سي بيانتو نجمو حتى معناها نشوفوا كيفاش نعملوا انفورماسيون ولا نعملوا حتى تظاهرات عالميه، فيكو في الاوروب عندهم بيريود تاع الشتاء تبدا بارده ما ينجموش يطيروا،
شو يجيو يعملوا سياحة من نوع هذي في تونس بحذانا لهنا. أتوا نرجعوا نحكيوا على السياحة، كيفاش نجموا أنفيز سو بوبليك وكيفاش نجموا نعملوا باش نجيبوه، شنو الجمعية تنجم تعمل باش تجيب النوعية هذية من السياح؟ نشوفوا احنا مقتطفات من الأنشطة نتاعكم وراجعين نجاوبوا على السؤال هذايا، تفضلوا. جو عندكم حاسيلو محلي جو سمباتيك على الاخر، معناتها سادون اونفي باش انه واحد يتعلم، علاش ليه يلتحق بتتخ يتعلم كيفاش يطير. نجاوبوا ساعه على سؤال حكينا عليه وبعديك نشوفوا كيفاش نجموا نطيروا لهنا كيف ما كنا نشوفوا. قلنا فما السيبل نتاعكم انكم فما ناس، معناتها فما اوروبيين عندهم ثلج واحد وكل ما ينجموش يطيروا، دونك قلنا كيفاش باش نجيبوهم السيبل هذا. احنا تو في الوقت الحالي عندنا شراكه مع ايكول نادي في فرنسا. هي. النادي هذايا تو في فرنسا نحكيو على 4000 مجاز، 4000 طيار في اللي في اليو ال ام هذايا الطيران الخفيف ولي باراموتور. عندهم اشكاليه في الطقس الخايب في الوقت الشتاء في فرنسا، اكيد ما ينجموش يطيروا بسبب الثلج بسبب دونك قاعدين نستقطبوا فيهم انه يوليو يجيو يمارسوا الهوايه بتاعهم هذايا الرياضه هذايا في تونس. بطبيعه معناها امور منظمه توسكي امور رخص بتنسيق مع الاداره العامه للطيران المدني في تونس، دونك ديوان الطيران المدني والمطارات كيف كيف كلهم يتبعوا وزاره النقل سلطه الاشراف بتاعنا، ننظموا يتم حجز مجال جوي للتظاهرات هذيا. جوستومون باش العباد ما تدخلش الطيارات ما تدخلش في بعضها. اكيد احنا مراقبين جويين وخدمتنا هي الحفاظ على السلامه بتاع الطيارات، خدمتنا هي دونك كيفاش يصير التنسيق؟ يتم حجز مجال جوي للتظاهرات هذيا، معروف لي ديمونسيون بتاعو، معروف شنو هي النشاط اللي باش يصير فيه. يجيو العباد من غير حتى عمر، راهو نحكيو صغار نحكيو كبار، عندنا شكون يسوق في الباراموتور سي علي الباروني 67 سنه. بارك الله عليه. بارك الله، معناها عندنا خبراء تو ضيافنا من فرنسا دي بيلوت انستركتور، معناها حتى كي يطلع معاه في الباراموتور ولا يعمل حتى دروس تاع انيسياسيون، احنا في التظاهرات تاعنا يحب يعمل انيسياسيون، اش معناها انيسياسيون؟ يشد الباراشوت، يحس السونساسيون تاع الهواء كيفاش يجو، يطلع في الطياره يشوفها، يعرف ليكيبمون نحكيو له نفسروا له، دونك حتى الانيسياسيون هذيك تغرم الصغير. صحيح. اون باراليل ثم نادي ان شاء الله مش نعملوه اللي هو كما كان يحكي على الروبوتيك، يصنع الطياره، يفهم كيفاش الطياره تخدم، شنو هو السيستيم بتاعها، يطيرها. دونك مش نغرموا الشباب ولا الصغار بالدومين بتاعنا، مجال الطيران المدني وبالرياضات هذيا اللي تابعه الطيران المدني. بالنسبه للسياحه، ثم سياحه نسميوها احنا التظاهرات، نعملوا ندوات بتاع تكوين، نعملوا ثم ديجا احنا عملتوا ديجا قبل ولا هذا كل دي بروجي فيتور معناتها؟ ثم صاروا مع التنسيق مع شكر زاده للجمعيه الاف تي بي ال فيدراسيون تونسيان دي بيلوت دي ليني، عملنا معهم ديجا زوز ندوات وتقابلنا معناها اون طونك بروفيسيونيل دي كونترولور اي دي بيلوت. مي تو متوجهين اكثر كما نقولوا للمواطن العادي اللي عنده فكره على الافياسيون ما يعرفهاش، يحبوا العباد تجي وتشوف وتمس وتكتشف ونغرموهم. حتى تو العباد اللي وصلت معناتها المستوى بكالوريا غدوه يحب يقرا في حاجه في دومين تابع الافياسيون نفسروا له ونعرفوا شنو هي خدمتنا، خاطر ثم خدمتها تو كي نحكيو على كونترولور نحكيو على حوالي 300 كونترولور في الجمهوريه التونسيه الكل، دونك خدمه نادره شويه، خدمه سونسيبل شويه ما يعرفوهاش العباد. احنا وصعيبه.
تفرجتي دي دوكيومنتير حاسيلو صعيب. ممكن أيوة. نتفرج في اير كراش انفستيجيشن بتاع ابسوليومون سيرتو برا. لا والله في تونس بكل فخر وبكل تواضع في نفس الوقت انه ما عندناش تو التونسير معناتها ما صارت ليش حتى حادث طائرات معناتها الحمد لله يا ربي مستوى تاع السلامه كبير برشا جراس لي بيلوت لي كونترولور اللي قايمين على المجال هذا الكل اداره وغير الاداره الناس كل معناها مستوى عالي من الحرفيه الحقيقه ديجا نتعداو نحن ما توصل تولي كونترولور كان نحكي لك معناها فورماسيون لسنوات وسنوات الا ما يحصلوكم اكيد بيان سور بيان سور الفحص الطبي على مستوى عالي من المسؤوليه والتكوين ولا هي قرايه ثلاث سنين ونص ومن بعد معناها ما تتمكن تولي كما نقولوا احنا كونترولور متكامل كان بعد خمس سنين معناها بالضبط انك تقعد ديما تتابع في الوحده بتاعك تواصل التكوين بتاعك معناها وديجا حتى في الانتداب معناها كما نقولوا يدخلوا 1800 من الاول يتخرجوا كان 20 معناها واضح دونك سي بون حكينا على ما تفجعوهمش حكينا على الخدمه حكينا على الصعوبات نتاعها نرجعوا نحكيو على التظاهرات باهي سيدي باش واحد ينجم يلتحق بكم وين يتوجه قداش يجيب فلوس شنو هما الاوراق المطلوبه مو هذا الكل زاده العباد تسال عليه اذا نجاوب بكل صراحه احنا حاليا النشاط بتاعنا في اوتيك اللي هو مشكور واحد عضو معنا في الجمعيه التونسيه للطيران وفر لنا قطعة أرض زوز هكتارات معناها يعني تبرع منه هو هاي والله مشكور نوجه له تحية عملنا فيها مدرج وعندنا طيارة وعندنا يجيو هذوما قلنا لي باراموتور ويجيو لي باراشوت ويجيو معناتها لي زاكتيفيتي الكل وعملنا استراحة صغيرة حتى اللي تجي العائلات وكل شيء فما معناها الاسباس وين للصغار وين كل شيء معناها عملنا استراحة معناتها مش كي تجي العائلة الناس كل تلقى راحتها والناس كل معناها تستمتع بالأنشطة هذه كيلك سوا الفرجة يشوف معناها الطيارات وإلا حتى المشاركة وإلا صحتك هذه جديدة حتى المشاركة معناها أنه اليوم الطفل الصغير اللي يسمع ويحلم يقولوا احنا شنو تحب تطلع نحب نطلع نحب نطير نحب كذا يجي يشوف صحيتك يجي يشوف ويمس على عينيه ويسال الاسئله اللي يحبهم الكل وان شاء الله معناها احنا الايفينمون كما قال في صفاقس 15 16 17 18 في صفاقس في اي هو منهم 16 مارس 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 هاي ونهار 19 و20 في اوتيك في ليسكال دو غاروس هذا النادي بتاعنا هذا هو الافيش اللي فيه ديجا لو 15 ولو 16 وكل فيه لي دات في لي دات بالنسبة للإيفينمونات هذوما ما جاوش التواريخ ما جاتش عبثا نقولوا نحن والأماكن الاختيار بتاع البلاصة ما هوش بارزا. اوكي. التبرورة كان في البلاصة هذيا وين باش نعملوا الإيفينمون في صفاقس كان في الأصل هو ثم مهبط هذيك معناتها كانت هي مدرج كان ثم مطار. تونس نحكيو 1911 عملنا الإيفينمون احنا تو في فيفري في قصر السعيد. قصر السعيد اللي هو أول مطار في تونس. بعد ما يجي مطار العوينة وتونس. فهمت؟ بالنسبة للتظاهرة هذه هي أساسا احتفال ب 105 سنوات من قدوم الطيار رولان جاروس معروف على الأخر لتونس جاء لتونس 1912 وحطم في تونس الرقم القياسي في العلوم قلوا نحن في الالتيتيود فهمتني وبعد عمل أول رحلة انتر كونتيننتال أول رحلة تصير بين القارات هي خرجت من تونس مشيت لإيطاليا البيلوت هذا رولان جاروس اللي هو وقتها في الوقت هذاك ما كانش ثم التكنولوجيا ما كانتش ثم نقولوا احنا لي زانستالاسيون او سول ولا التجهيزات الموجود وي ما كانش ثم لي ساتيليت والتكنولوجيا اللي موجوده تو دونك شو عمل وهذا علاش احنا نحبوا تاريخ تونس يعرفوه العباد الكل في شو عمل استدل بسبعه بواخر سبع باتوات في البحر مشاو هما وتبعهم هو عباره هما دي زانستالاسيون في البحر لي روبير نتاعو لي روبير نتاعو صحيتك مش وصل من تونس لجزيره صقليه دونك من هذيك بدات تتطور لافياسيون سيفيل من هذيك بدات تونس كانت هي الاولى هذا احنا اللي نحبوا نظهروه نحبوا نوريو نحسنوا ليماج بتاع تونس حتى لينا احنا الساعه التوانسه مش نعرفوا قيمه البلاد نعرفوا العلم بتاعنا هذا كي نطلعوا باللي باراشوت نحطوا علم تونس احنا الفوق سي تري امبورطون وتحيه تونس ويعطيكم الصحه انتم على حضوركم معنا الليله بالتوفيق لكم ان شاء الله للتظاهره اللي باش تقوموا بها بيانتو كيف ما كنتوا تذكروا في صفاقس ابارتيغ من لو 15 مارس وفوالا فما حاجه جديده مرحبا بكم بحضنا نورتونا
قاعدين نوثقوا في هذايا عاملين كور ميتراج وعاملين دي فيديو على ليزيفينمون تاعنا. ثم ديجا زوز كتب تكتبوا معناتها رئيس الجمعيه يعني على تاريخ تونس في الطيران المدني باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه. قاعدين نعملوا في ارشيف تاع الثوره دونك قاعدين نوثقوا قاعدين نعملوا في سسخة مهم ياسر الحكايه هذايا وما يكون فما مراجع سينو فما اون باج فيسبوك. شنو اسم الباج فيسبوك فابيل؟ افيا اسوسياسيون تونيزيان دو لوغونتي. تري بيان باهي يا سيدي. هكا احنا نكونوا وصلنا بالانفورماسيون هذيا الختام حصتنا. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه نهار الاثنين الجاي 9 نتاع الليل. نحب نقدم شكر خاص للمايسترو الحصه ابار انه هو كاميرامان قائد الاوركسترا نتاعنا مالك قلبي هذيا كان مسؤول على الموسيقى اللي تعدت لكم الجمعه اللي فاتت والديوغي نتاعها وعلى الموسيقى نتاع اليوم. بوسات كبار كبار نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين الجاية نكملوا مع انستا باند ويعطيكم الصحة على حضوركم معنا. باي باي. تفضلوا. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال احكي له واشكي له واشرح وقعي فجأة لقيتها وكنت فاكرة عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت أنا غنيت امتى الحب طال قلبي قامت على طول عقلي عقلني وقلبي يقول لي روح لا طول ما خدش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا ولها امتى الحب طال قلبي شفتك انت يا حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا